الزيتون في مصر. ده حقيقي والله جد، مش بجامله ومش زايد عليه ولا مطري عليه، لا هو حقيقي احد اهم اعمال زراعه الزيتون في مصر، اسم كبير واسم محترم جدا جدا جدا. اتفضل الحاج صبحي. الحاج صبحي عثمان رحومه، رئيس جمعيه مزارعي ومستثمري ومصنعي الزيتون الزيتون بمطروح، وشهاده تقدير المهندس اسلام ابو سريع. وعلى فكرة أي شهادة تقدير لا تقدر المهندس إسلام على مجهوده وعرقه وشغله في مجال الزيتون، يعني بالعكس يمكن التكريم هو اللي بيكرم بتكريم إسلام. حي والله بجد. إنما إيه رأيكم في الجو العام ده؟ طب عايز أسألك سؤال بقى. إيه؟ أسألك سؤال. مصر فيها كم نوع من الزيتون؟ انواع الزيتون في مصر كتيره قوي، ما يعني في حاجات مش محصوره لسه، انما الانواع الرئيسيه الاجيزي، المنزانيلو، البيكوال، ده في اصناف التخليل، في الكلاماطه والدولسي ده برضو اصناف تخليل، انما الاكثر اللي عليه طلب في الشركات والتصنيع اجيزي، منزانيلو، بيكوال. في اصناف الزيوت كاروتينا والشملالي، وفي كورناكي، في فرانتويو مش منتشر، في ابتدت تخش اصناف جديده الاربيكوين والاربوسانا، فالاصناف كتيره لا حصر لها، ولسه لحد دلوقتي في اصناف بتظهر معانا تمام جايه في وسط الشتلات، بتبقى اصناف جديده لسه علينا. فاصناف الزيتون كتيره في مصر، وكل يوم احنا لسه بنتعلم، مهما افتكرنا ان احنا وصلنا للعلم الاخره لسه بنكتشف حاجات جديده. انا شاكر الاستاذ طارق والشركه المنظمه، عملت شغل كبير بصراحه، وهم جازفوا ان هم ابتدوا فكره المهرجان، اول ناس يتصدوا الموضوع ده، استاذ طارق تحديدا بذل مجهود جبار، فانا بشكره وشكرا للحاج صبحي. السلام عليكم. قول لي يعني ايه زيتون مشكلك؟ الناس تقول لك زيتون مشكلك استاذ، زيتون شوكولاته. انا بصراحه ما هل طعمه شوكولاته ولا ايه؟ بيسموه زيتون شوكولاته ليه؟ الزيتون يا اخضر يا اسود، الدرجه اللي في الوسط بين بين الاخضر والاسود بيتقال عليها زيتون مشكلط او زيتون شوكولاته. بتبقى ايه مشكلتها؟ ان انا لما اخد، انا اروح السوق، ست البيت لما تروح تجيب زيتون مشكلط، اما ينزل معاه في التخليل اللون بعد كده بيرد تمام، فنشتري الزيتون اخضر يا اسمر. الاسمر ما يبقاش اللون في القشره بس، يبقى اللون واصل للعمق شويه عشان معاكم في التخليل اللون ما ينزلش. شكرا بس لو سريع، زي ما قلت لكم اي كلمه بيقولها فيها منفعه والله العظيم. شكرا استاذ، شكرا يا فندم. شكرا للحاج صبحي. يا حاج صبحي انت ماشي كده؟ طب اسالك اما ترجع اسالك.